مين ورحمة شي أصدقائي، جيتكم بفيديو جديد. اليوم يا أصدقائي نفس ما قرأت في العنوان، اليوم يا أصدقائي موعد نزول لعبة XDRB، وأيضا يا أصدقائي سوالف عن Gossip Girl وهاي السوالف تعرفوها بعد. فشنو السؤال اللي أريدكم تحطولي هو لايكات، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس و let's go. طبعا يا أصدقاء هذه الأخبار اللي راح تسمعوها بهذا الفيديو فكلها أكيد من أخبار يوم الثلاثاء اللي يجين دائما بنص الليل. طبعا يمكن أنا نسيت أقلكم نص الليل بفيديو الإيميل، ما ذكر قلت له لا ناسية، بس أقول يمكن أنا ما قلت لكم بنص الليل، هي كلمة الشهيرة للإيميلات. فيبقى يا أصدقاء أنا بعد عيفون للكلمة، خلونا ننتقل للشغلة المهمة اللي هي موعد لعبة XDRB، يعني شو وقت تنزل. اوكي شو وقت تنزل؟ اليوم راح تعرفون ان شاء الله. قبل حطوا لايكات، اشتركوا، هاي تنشرون فيديو احترابين فيك XD، استعدون للعبة. فكلنا نعرف Gossip Girl اللي كل الادمينز ما يقللوها عن اخبار PKXD والالعاب الثانية وهالسوالف، كلنا نعرف. ليش ما يقللها؟ لانه هي تنقل الاخبار، انه يعني هما ما يريدون يقولون، يعني ليش؟ يعني خلف الله عليك Gossip Girl قاعد يقول لنا هالاخبار ويصور لنا هاي السوالف. فدام الادمنز يعني شوفوا هي شو تقول بالايميل، خلينا نقول نسولف على خبر اليوم. تقول انه هي دائما تشوف الادمنز يسولفون عن لعبه XDRB ومتى تنزل اخبار عنها، بس من يشوفوها يسكتون. ليش؟ على مود ما تقول لنا الاخبار وهاي السوالف. فيب بس هي بعد ما شافت الادمز مدى قلولها وظلوا ساكتين وهاي، فقالت ليش ما اروح المختبر الادمن. اوكي قررت ان هي تروح المختبر الادمن. تمام وليش راحت هناك بالضبط؟ حتى يا اصدقائي تاخذ معلومات عن اللعبة بدون ما يعني تطلب مساعدة من احد معين او الادمز يقلولها. فهي قالت خليها روحاني واشوف شنو السالفة. فلما دخلت يا اصدقائي هناك في مكتب، او هو مدري شنو بالضبط مال الادمن، دخلت يا اصدقائي لقيت انه هو مشغل كمبيوتر تبعه، يعني الكمبيوتر مشتغل. تمام طبعا يا اصدقائي وهي طالع على الكمبيوتر الا وشوف اوف جولاي. زين شنو معناها اوف جولاي اصلا؟ معناها في الشهر السابع. اوكي، وهو اصلا فاتح منصة كاملة عن لعبة XDRB. اوكي وهنا Gossip Girl تفاجئت، اوه ماي جاد شهر السابع، يعني راح تنزل اللعبة بشهر السابع. زين اليوم بالضبط يا وش وقت يا يوم بالضبط انه تنزل؟ تباوع للكمبيوتر للاسف ما عرفت يا اصدقائي. ليش؟ لان الادمن مغطي براسه اليوم، مغطي يا اصدقائي تاريخ اليوم مثل ما تشوفون بالصورة. شوفوا يا اصدقائي اسماخة لازق بالكمبيوتر. يطلع اصدقائي، فلذلك هسه عرفنا شنو السالفة وليش هي ما كتبت اليوم بالضبط. يعني هي قالت انه يعني هي راح تنزل بشهر السابع، بس للاسف اليوم عرفنا شنو السبب اللي ما خلته تقول ليش. واكيد اكيد 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 تعرفون انه احنا شهر سابع حاليا، ويعني بهذا الشهر راح تنزل. فا اوكي طبعا هي نفس ما تشوفون، انتو شفتوا الصورة وشون الادمن هو مغطي راسه وهاي. طبعا هي اكو فتسالفة هم الى هاي الصورة، هي من شافت هذا الوقت والتاريخ وهاي الاشياء قالت ليش ما اسوي صورة وادزها النعود. ف وهي شغلت كاميرا الجوال وسوي صورة ويطلع صوت الكاميرا، الله شو سعادة. فيبقى اصدقائي تالي ينتبه عليه الادمن ويسكر الكمبيوتر. خلنا ما اشوف يا اخي ليش يشي ويا Gossip Girl؟ ليش؟ هذا انا شيت بدالة كان قلها تعال تعال شوف هذا التاريخ هذا الوقت. فخليها تعرف كل شيء. وطبعا شكلها ما مسكر صوت الجوال. او ماي جاد Gossip Girl شو هالسوالف جايبيها من جو الجوال ليش؟ فا اوكي لكن على الاقل سوت لنا الصورة يا اصدقائي، وشفنا انه بيا شهر بالضبط حينزل. زين عرفنا انه بشهر السابع. تمام بقى اليوم انه شو وقت حينزل بالضبط؟ طبعا يا اصدقائي في البداية في هواتف الايفون تطبيق الاب ستور اللي ينزل من عنده العاب وتطبيقات وهالاشياء، طبعا في اب ستور تبع الايفون يكتب يا اصدقائي انه هو راح تنزل اللعبة في يوم 15/7. اوكي انا قلت لكم فيديو سابق انه انا شفته بعيني انه هو هيك مكتوب. اوكي مكتوب يوم 15/7، فاحتمال انه ينزل بهذا اليوم اللعبة. فبعد هو هذا اللي يقوله اب ستور، صراحة ما متأكدة. والنبي يا اصدقائي بعد ما نشرت لكم الفيديو وعرفتوا انه انا قلت لكم 15، واحدة من التعليقات يا اصدقائي قال لي ترى نونا نغير الوقت وصار 17/7.
فما أعرف يا أصدقائي أيه الصحيح، يعني هو يوم 15 ولا 17، ما متأكدة، وهما بيكاكزي نفس ما شفتوا أصلا ما قالوا أي شيء، فلذلك يا أصدقائي كل شيء مو أكيد للأسف. فإن شاء الله بيكاكزي عن قريب تخبرنا إنه أو تلمحنا لشغلة معينة حتى نعرف بالضبط يا يوم. فأودي أصحاب هواتف الآيفون يعني بلا زحمة عليكم تخبرونا إيش دا يكتب أب ستور عندكم. اوكي اصدقائي، طبعا للاسف هواتف الاندرويد ما دا يكتب انه متى تنزل او من هالسوالف للاسف يعني، في اعتمادنا كله عليكم يا اصحاب الهواتف الايفون. تمام تمام، انت ايش يطلع لكم اصحاب الهواتف الايفون عن اللعبه راسا تروحون تكتبون التعليقات، ترى احنا محتاجين مساعدتكم احنا اصحاب الاندرويد. اوكي اصدقائي، فبسرعه بسرعه اي واحد من الايفون روحوا بحثوا بساعه بساعدكم وتشوفون الوقت انه من تشوفوا تكتبوا بالتعليقات، خلاص ما راضي منكم اي شيء. تمام، وايضا يا اصدقاء بالايميل هم بيكاكزي وراجعوا وتاكد على التسجيل المسبق للعبه في اب ستور وبنفس الوقت يا اصدقاء جوجل بلاي. ليش؟ لانه يا اصدقاء لما تسجلون اللعبه قبل هي تنزل ايش راح تحصلون من تفتح اللعبه؟ راح تحصلون على ملابس للعبه مجاني لانه تسجلتوا تسجيل مسبق قبل هي تنفتح اللعبه من الاساس. فلذلك بساعه روح سجلوها، واذا ما تعرفون سويت لكم فيديو لاصحاب الايفون والاندرويد اثنيناتكم، سويت لكم فيديو بعشان تريدون اكثر من هذا. فالفيديو مثبت باول تعليق، اثنيناتكم تروحون تشوفوا حسب جوالكم اندرويد ايفون كله موجود. طيب يا اصدقائي روحوا تشوفونه بساعه وراح تستفادوا حيل، لان اول ما تنزل اللعبه تحصلون على بدله، واكد لكم بدله. اوكي، اذا اصلا ما شايفين اكس دي ار بي من داخل كيف تكون مدينه وهاي الاشياء، فسويت لكم فيديو اصدقائي فيديو مسرب من اللعبه نفسها تبع بي كي اكس دي، وناشرت لنا فيديو المدينه كامل تبع بي كي اكس دي او سوري اكس دي ار بي اسماء الشابه. فيا اصدقائي الفيديو كامل عن مدينة، وراح تشوفوا حتى شجرة الساكورا، مرة احب هاي الشجرة وموجودة في اللعبة ان شاء الله، فروحوا شوفوها مثبت باول تعليق. لذلك عندنا 3 فيديوهات مثبتة، فيديو الاندرويد والايفون حتى تسجلون تسجيل مسبق، واخر شغلة ويانا اللي هي اصدقائي شكل المدينة في اللعبة. بساعة روحوا شوفوا وحدة وحدة، تمام؟ تروحون تشوفون تحطون اللايكات، وهذا الفيديو همات لايكات طقوه اللايكات. اوكي، ويب هذا كل شيء اصلا بالفيديو. فان شاء الله تكونوا استمتعتوا وياي وعرفتوا هاي المعلومات. لذاك بساعه روحوا سجلوا يا اصدقائي حتى ما تفوتكم البدله. اوكي، وحطوا لايكات واشتركوا في القناه، واحبكم كوما وبس، باي باي، اشوفكم بالفيديو الجاي.